فاري مالك في ايه؟ شفتي عمته عمايل علي؟ عمته بتشوف كتير قوي. عمل ايه بقى علي نرفزك للدرجه دي؟ ما كلمه ما بيردش عليا. انت اللي كنتش بتكلميه وبيقفل عليكي ويقولي واحد صاحبه؟ لا هو ما بيقفلش، هو ما بيردش اصلا. مش هتفرق كتير. هو احنا مش كنا اتفقنا انك انت هتسيبيه رن ومش هتعبريه لحد ما يتعلم الادب؟ بتطلبيه تاني ليه؟ خلاص اشربي بقى وعلى الله تشتكي منه تانية يا بنت صالح. يا عمتو انا قلت عيد ميلاد ومش هيجري حاجة يعني المرة دي ومسامح كريم. ولزومه ايه اللي عملتيه على الغدا ده؟ وبوظت لنا كل التكتيك اللي عملناه. لو كنتش تسمعي كلامي وتمشي على الخطة لغاية الآخر هتحطي رجل على رجل وتشوفيه هو بيلف كده حوالين نفسه لحد ما هيبقى خاتم في صباعك. والله انت احلى عمتو في الدنيا. هو ما قالكيش هو رايح فين؟ لا لا هو قال لي طبعا. فين؟ راح يقابل واحدة صاحبته. عمته يا عمته.